وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف لواء أركان حرب بحري أحمد الصادق، مدير الكلية البحرية سابقا. سيادة اللواء، يعني الرئيس السيسي أكد خلال تفقده أعمال تطوير ميناء الإسكندرية أن الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانئ. تقييمك لمدى عمليات التطوير التي طالت مرافق ميناء الإسكندرية، سواء كان المحطة اللوجستية أو الأرصفة أو غيره؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، واسعد الله مساءكم. سيادتك، انا يعني عايز اقول للساده المشاهدين، ما شاهدناه اليوم ده شيء يدعو للفخر لكل مصري. وانا شاهد على ما كان يتم في الماضي في تطوير الموانئ والحركه البطيئه والايقاع البطيء. النهارده انا بشوف حاجه يعني اسعد بيها وافتخر بيها، وكل مواطن مصري لازم يفتخر. الإجابة على سؤال حضرتك، إحنا فعلا جبنا الأجانب وقلنا لهم تعالوا ابنوا لنا الأرصفة، وتعالوا اعملوا لنا الممرات، وتعالوا كركون ده. وأنا حضرت هذا الكلام وشفت هذا الكلام. النهاردة لما سيادة الرئيس بكل فخر النهاردة نفتخر ويقول أنا هعمل النهاردة الأرصفة، وبيتعمل فعلا الأرصفة، وهعمق المواني، وكله بسواعد المصريين وبيد المصريين، إذا ده شيء يدعو للفخر لكل مصري. النهارده احنا بننافس الموانئ العالميه، وان شاء الله المراكب العملاقه، تطور اللي بيحصل في العالم في بناء السفن، المراكب العملاقه دي هتخش لنا في الموانئ المصريه الجديده. احنا كل يعني كم افتتاح عملناه في الموانئ المصريه في الفتره السابقه، من ضمنهم الميناء اللي شاهدناه النهارده، ميناء اسكندريه. ففي تطور عظيم في الميناء بيتم في محطة الحاويات متعددة الأغراض. نعم، تطور واضح في الموانئ ييسر أيضا العقبات أمام المستثمرين. اللواء أركان حرب بحري أحمد الصادق، مدير الكلية البحرية سابقا، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.